ممكن تعرفنا عن نفسك شو عم تعمل بالمنتدى الحين؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم. أنا متى بالحضيف، أصلا مصور في العالم العربي، مصور الملك سلمان. أنا اليوم جاي المنتدى العربي لأنه كان عندي حلم بسيط والحمد لله تحقق حلمي اليوم في هذا المنتدى العربي، أني أصور شيوخ الإمارات. الحمد لله صورت شيخ الإمارات الشيخ حمدان بن محمد، تحقق حلمي الأول، والحلم الباقي إن شاء الله أني أصور كل الأمراء والملوك اللي برا في قطر، في بحرين، أي دولة فيها ملوك. وأنا أقول لكل ناس أنهم يدعمون الصحفيين زي ما دعمتوا المغنيين، أو تدعموننا حنا الصحفيين، حنا اللي نمثل السعودية، يعني نمثل كل الدول، يعني الدول العربية. وأنا الحمد لله ما أخذ موسوعة جينيس، أصلا مصور في العالم العربي. أنا ما أمثل نفسي، أنا أمثل كل دولة عربية.